النهاردة كان شرفنا مجموعة من نواب مجلس الشيوخ ومجلس النواب برعاية السيد نائب المحافظ النهاردة في قصر الثقافة. كل الأطياف المجتمع كانت موجودة، النقابيين والشباب وطلبة الجامعة، كان ممثل كل الفئات النهاردة. كان حوار مفتوح، كان حوار ثري، أفكار طرحت النهاردة وخرجنا بمجموعة من التوصيات من الحضور ومستمرين في لقاءات تانية. حوار جريء من أهالي المنوفية حوالين الحوار الوطني، القضايا المتعلقة بالشق المجتمعي والاقتصادي. كان في كلام على أسئلة مطروحة عن تأخر قانون المحليات، الشباب اتكلموا على التراخيص والتأخر في إجراءات التراخيص. بالفعل مسمر، خصوصا انه كان الحاضرين مشكلين لتيارات مختلفه، نقابات وشباب جامعات وقطاعات مختلفه، وسمعنا لهم بكل يعني بكل انصات علشان نقدر ان احنا ننقل نبضهم.